عندي بندق مش محمص متقشر ومش مملح، زبدة، عسل أبيض، وعندي لبن مكثف محلى بيتباع في السوبر ماركت في علب، وعندي شوكولاتة. الشوكولاتة اللي انتوا عايزينها استخدموها. البندق هنا، وهنعمل زي ما عملنا في الفول السوداني بالظبط، رشة الملح وربع معلقة من الزيت، اللبن المكثف المحلى، وهحط معاه الشوكولاتة. بدأت اهي، نحط هنا بسم الله. خلوا بالكم لان المكسرات لما بتكون سخنة لساعتها وحشة قوي. الزبدة واحدة واحدة، وبعدين العسل، وبعدين هنزل الشوكولاتة. العسل، انا بنصحكم يعني انكم تجربوها في البيت للولاد، مغذية، معروف مكوناتها ايه،